بقى انتقل لشيء اخر وموضوع اخر عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. النهارده حاجه غريبه جدا في احد المواقع، اعتقد اليوم السابع، يعني اليوم السابع النهارده من 6-7 ساعات كده، نزل عقوبات على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى جمهور نادي الزمالك وعلى بعض اللاعبين في النادي الاهلي وبعض اللاعبين في نادي الزمالك، وقال ان العقوبات دي هي اللي هتبقى موجوده من خلال لجنه الانضباط. الاستاذ اسامه اسماعيل مشكورا بعت لكل زملائنا الصحفيين وقال الكلام ده من ساعتين، خلاص من ساعتين بالظبط، بعت لكل زملائنا الصحفيين وقال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه كل الكلام اللي موجود في المواقع وفي المواقع اللي موجوده فيما يخص موضوع العقوبات وفيما يخص موضوع لجنه الانضباط هو كلام غير صحيح ولم يصدر شيء رسمي حتى الان. وانا داخل الحلقه وانا داخل هنا على الباب، استاذ عاطف جاي قال لي يا كابتن العقوبات ظهرت. قلت له عقوبات ايه؟ قال لي لا. قلت له الله، هو مش الاستاذ اسامه بعت لكم، بعت للناس كلها يعني، قال لهم ان في كذا 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 وان العقوبات دي مش صحيحه وان الموضوع ده لم يصدر بشكل رسمي. قال لي، قلت له طب ايه هي العقوبات؟ قال لي هي. قلت له هي؟ قال لي اه هي. معلش يا جماعه، يعني انا مش انا عايز اتكلم على العقوبات وهتكلم مع حضراتكم في العقوبات، ولكن ما هو ايه المشكله ان ولا لازم الحاجه تتسرب الاول عشان تشوفوا رد الفعل؟ عشان ما خلينا نمشي الحقيقه برضو، عشان برضو الواحد يبقى منطقي في كلامه. اللجنه الخماسيه عامله شغل رائع جدا في اتحاد الكوره من الناحيه الانضباطيه في الاتحاد، وتوقيتات المباريات بتتلعب في وقت واحد، اللي بينزل متاخر بتدي له جزاء، اللي بيعمل كذا بتدي له كذا. ولكن يعني اللي انا مش فاهمه واللي انا نفسي افهمه، وليه حضرتك بتسرب هذه المعلومات وبعد ما تسربها بترجع تقول لا معلومات مش صحيحه وان لسه لم يصدر شيء رسمي من لجنه الانضباط، وبعديها بنص ساعه او بعديها بساعه تلاقي الحاجات هي بالظبط؟ طب طالما الامور واضحه وصريحه زي ما حضراتكم او زي ما لجنه الانضباط اصدرتها، ما تقولوها من الصبح، ايه اللي هيحصل يعني؟ هو ايه الفرق ما بين انت تقولها الساعه 11 الصبح او 11 بالليل؟ ده اول حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. وطبعا دي حاجه تحسب لليوم السابع، بيني وبينكم يعني، اليوم السابع جاب الخبر من الساعه 12 الظهر او 1 الظهر، وقال ان دي العقوبات 1 2 3 4 5. فحاجه كويسه جدا بالنسبه للمجهود الصحفي اللي عمل هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت انا مش فاهم، طب ما تعلنها على كل الناس يا جماعه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ فقال لك 630 الف جنيه غرامات على الاهلي والزمالك بسبب السوبر. طيب برضو قبل ما اتكلم على العقوبات، بالمناسبه كان ليا حديث طويل مع احد المسؤولين في اللجنه الخماسيه لدى اتحاد كره القدم، وقال لي الكلام ده من اسبوع 10 ايام، قال لي ان شاء الله في خلال اسبوع او من المفترض ان قبل يوم 20 او 21 اللي هو اللي كان امبارح، ان يتم وضع لائحه للعقوبات خلال هذه الفتره، وكان يعكف عليها كل رئيس لجنه الانضباط، كان بيعكف عليها هو ومجموعه من المستشارين الاجلاء ان هم يعملوا لائحه جديده للعقوبات. وكان من المفترض ان هي تبقى امبارح، انا اعتقد ان هي هتبقى بكره او بعده او بعده، هترسل لكل الانديه خلال هذه الفتره. انا ما عنديش مشكله ان انا يكون عندي عقوبه تطبق على الجميع. بمعنى ايه؟ بمعنى هنا احنا طبعا كلنا عارفين العقوبات، النادي الاهلي جت عليه غرامه 100,000 جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق المنافس. 50,000 جنيه لقيام جماهير النادي الاهلي بتوجيه هتافات خارجه لرئيس نادي الزمالك، تمام. 50,000 جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، تمام. بس خلينا عند النقطه دي وهقول لكم ليه. 50,000 جنيه لقيام جماهيره باطلاق العاب ناريه بالمدرجات، ماشي. 50,000 غرامه على اللاعب حسام عاشور و50,000 غرامه على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما باثاره جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجه، خلاص. الناحيه الثانيه وفي 10,000 جنيه لتاخر نزول الفريق ارض الملعب في بدايه الشوط الاول، ما عنديش مشكله في ال 10,000 جنيه دول.
ثانيا نادي الزمالك 100,000 جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق المنافس، هي اللي موجوده الناحيه الثانيه. 50,000 لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه في حق الاسطوره صالح سليم، تمام. 150,000 جنيه لمغادره اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي ارض الملعب قبل تسليم الجوائز. 10,000 جنيه لتاخر النزول. 5,000 جنيه لتسليم تقرير المباراه السكور شيت للحكم، لتاخير التسليم السكور شيت للحكم وايقاف اللاعب طارق حامد لحصوله. طيب بالمناسبه معرفش بقى لجنه الانضباط خدت بالها من هذا الموضوع او مراقب المباراه، لجنه الانضباط بتاخد بالتقارير. لجنه الانضباط خدت قالت هنا ايه، ان حسام عاشور 50,000 جنيه ورمضان صبحي 50,000 جنيه لانهم اثاروا الجماهير او يعني. طيب هو حضراتكم ما خدتوش بالكم ان الناحيه الثانيه او جمهور النادي الزمالك سب او شتم معظم لعيبه النادي الاهلي؟ هو يعني ايه المعيار؟ ايه المعيار اللي حضرتك خدت عليه حسام عاشور ورمضان صبحي وتركت الاخر؟ دي حاجه غريبه برضو. اذا كان حسام عاشور ورمضان صبحي اخطاوا، انا ما شفت لهمش فيديوهات بصراحه عشان ما ابقاش كذاب، انا ما شفتش فيديوهات لحسام عاشور ولا رمضان صبحي، لكن لو كانوا اخطاوا انا اول واحد هطلع اقول ان هم اخطاوا يستحقوا العقاب. احنا متعلمين كده على فكره في النادي الاهلي، احنا متعلمين ان احنا نقول الصح، الصح صح حتى لو كان على رقبتنا، ما عندناش مشكله. ولكن هو حسام عاشور ورمضان صبحي عملوا ايه؟ ده اولا. قيامهما باثاره جماهير فريقهم ازاي؟ ما الناس كانت بتحتفل بك، الناس مبسوطه وفرحانه وتروح راح تحتفل مع جماهيرها. فانا اتمنى بقى ان خلال الفتره القادمه وزي ما اتقال لي ان لجنه الانضباط ستقوم او قامت بالفعل في الرتوش الاخيره يعني في وضع لائحه عقوبات محترمه محترمه لكل الانديه وهتتبعت لكل الانديه وهيتم تطبيقها ابتداء من لما تتبعت بعد ما تتبعت. انا مش عايز اقول امتى لكن اللي انا عارفه ان هي بكره بعده وبعده في خلال الاسبوع ده ستنتهي لجنه الانضباط من صياغه لائحه العقوبات. وبيني وبينكم برضو لازم يبقى برضو المراقبين اللي بيراقبوا المباراه، اي مباراه بتتلعب، اي مباراه على فكره مش اهلي ولا زمالك بس، كل المباريات لازم يبقى عنده معيار واحد بيتكلم عليه ولازم بيبقى شايف الموضوع بشكل جيد جدا. فاذا كان المعيار واحد، اذا كان المعيار واحد احنا مش هنختلف. اذا كان المعيار واحد محدش فينا هيختلف ولا حد فينا هيزعل ولا جمهور النادي الاهلي بالمناسبه هيزعل. لكن ما تجيش خيار وفقوس اللي عليك هنا خطا وتيجي الناحيه الثانيه ما تعملوش. النادي المصري اخطا فانت ما تعاقبش النادي المصري وتعاقب نادي الاتحاد مثلا بنفس الخطا. فاذا كانت ارجو من اعضاء اللجنه الخماسيه ومن اعضاء لجنه الانضباط من فضل حضراتكم ان انتم تسرعوا في ان انتم تبعتوا لائحه العقوبات التي ستوقع خلال الدوري بدايه الدوري القادم. يعني خلاص قول الاسبوع الاول عدى ماشي، خلينا نبداها من بدايه الاسبوع الثاني علشان يبقى معيار كلنا بنتكلم عنه. لو انا شفت ان رمضان صبحي وحسام عاشور اخطاوا خلاص يتم عقابهم زي ما اللائحه بتقول. لكن مش حد عمل هنا حاجه والتاني عمل هنا حاجه وما يتمش العقاب. هو ده اللي انا بتكلم فيه وهو ده اللي دايما بنتعلمه جوه النادي الاهلي. ما هو انت هنا بتدي 100,000 جنيه بسبب توجيه هتافات خارجه للجماهير الفريق المنافس، طب ما هو الناحيه الثانيه برضو حضرتك مدي 100,000 جنيه لقيام الجماهير بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق الاخر، الاثنين وجهوا هتافات خارجه لبعض. وبعدين اذا كان على الاستفزازات اللي كانت بتحصل، حضراتكم شفتوا كان اثناء المباراه في استفزازات قد ايه؟ ولكن عادي جدا احنا كاهلاويه اللي بيلعب في الملعب باسم النادي الاهلي دايما بيحاول يبقى دايما على راسه تلج عشان يبقى هادي جدا جدا جدا، لان انت الفريق الاكبر والافضل والاعظم في كل شيء وبالتالي الكل بينظر لك بعين قد كده، بعين قد كده. علشان كده احنا بنقول ايه، لو كان في حد اخطا عاقبه ما عندناش مشكله، بس من فضلك حط عداله واحده
نفس المعيار حضرتك حطه في سواء نادي اهلي، نادي زمالك، نادي بيراميدز، نادي اتحاد، نادي مصري، نادي امبي، نادي كذا، نادي كذا، من فضل حضرتك اعمل معانا كده، واحنا ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع. ده اللي انا اتمناه، واتمنى ان تخرج لائحه العقوبات بسرعه خلال هذه الفتره ويتم تطبيقها على الجميع، بس والنبي بدون تسريبات، يعني قولوا لنا لائحه العقوبات اهي، ابعتوا لنا لائحه العقوبات وقولوا لنا هذه هي لائحه العقوبات. فمن فضل حضراتكم اللجنه الخماسيه كل الايفنتات اللي عملتها او كل الحاجات اللي احنا شفناها من الناحيه التنظيميه هي تنظيميا رائعه الحقيقه. شفنا عندنا جدول الدوري بيبتدي النهارده في تاخير خمس دقائق فعمل 10,000 جنيه، انا الحاجات دي على فكره ما عنديش مشكله فيه. اللي يتاخر يتحاسب. لان انا في النادي الاهلي بتحاسب كده. لما يبقى عندي تمرين الساعه 9:30 الصبح، لو رحت 9:30 ودقيقه بتحاسب ان انا اتاخرت. فما عنديش مشكله، ولكن المعيار يطبق على الجميع، بالمناسبه هو متطبق على الاهلي والزمالك. ومتطبق على أندية أخرى، ولكن أنا بتكلم إن يبقى في عدالة في التطبيق، اللي هي المعيار الواحد يطبق على الجميع. ده اللي أتمنى إن هو يحصل خلال الفترة القادمة.